السلام عليكم. النهاردة احنا هنتكلم على الحروف جيم ح ذال زاي في ثلاث كلمات حلوين اسمهم حجر حجز حذر. حجر الح دايما معناها حائل او حائل، شيء ما بين حاجتين. ابسط حاجه، ابسط شرح هو ده. فكده الحاء هي الشيء ما بين الجيم والري. طب يعني ايه جيم وري؟ جيم هي الرقعه اللي في الفضاء سواء بعدين او ثلاث ابعاد. طب ايه كل الكلام ده؟ بعدين لو احنا بنتكلم على مساحه ارض، مساحه ارض طول في عرض، ده الجيم. او لو في الهواء زي جو، مساحة في الفضاء ليها ثلاث ابعاد، لان الفضاء اهو الجو ده له طول عرض ارتفاع، ده الجيم. يعني زي صفحة الجراف، صفحة الرسم البياني فيها اكس اكسز اللي هو سين وواي اكسز اللي هو صاد. صفحة الرسم البياني اللي هي س وص دي، ده هو البعدين، هو ده الجيم. والنقطة دي اللي هو انت اهو جوه الدايرة، يا إلا ممكن تزود خط كمان هنا اللي هو لو انت عايز تعمل بعد تالت للرسم البياني. والري هو الوعي. طب يعني ايه بقى اللي هو فصل الارض اللي هو الجيم وهنا الحاء وهنا الري؟ ايه اللي فصل ما بين الارض ووعيك؟ انت مش عارف تشوف الارض ليه؟ لان ما بين الارض وانت حاجه، الحاجه دي هي الحجر. يبقى التعريف البسيط للحجر هو شيء منعك ان انت تشوف الارض من تحتيه. طب ليه مهم قوي الحجر بالنسبه للتاريخ الانسان؟ لان الانسان البدائي كان مهم جدا بالنسبه له الحجر الكبير وهو ماشي، لان كان خايف ان يكون تحتيه تعبان. التعبان بقى برضو ليه مهم قوي في التاريخ البشري؟ لان ده من اخطر الحاجات اللي كان بيواجهها الانسان في تاريخه. كده يبقى احنا عرفنا ان الحاء هي الفيصل ما بين الجيم والري. وعيك ما بيشوفش الارض عشان في حاجه موجوده. يبقى احنا كده عرفنا جيم هي رقعه الارض سواء ببعدين او ثلاث ابعاد، والحاء هي الفيصل ما بين شيء وشيء، والرد وعي احنا عرفناها قبل كده. طب حجز، حجز حجز هو برضو نفس الشيء ح بين الارض والزاي. الزاي هي نتيجة وعيك. يبقى أنا عرفت حاجة معينة، لنفترض إن هو الحاجة دي كرسي، عرفت الكرسي دي. طيب حطيته في حتة وعملت عليه حائل ما بينه وما بين الأرض اللي أنا واقف عليها الجيم. طب يعني أنا حجزته، حطيته في حتة قفلت عليه، يبقى الحاجة اللي أنا أعرفها زاي. قصاد حجر أنا لا أعي ما تحت الحجر، مش عارف إيه اللي تحت الحجر. الجيم أنا ما شفتهاش قبل كده، لكن هنا الزاي أنا عارفها وقفلت عليها بالحجر اللي هو الحائل، ويبقى قصادنا الجيم هو أنا موجود في حتة وما بيني وما بين الحاجة اللي أنا عارفها حائل. هي دي حجز. كله ماشي مع المعاني اللي احنا عارفينها اصلا للكلمات. بس ليه حجز معناها، ليه حجز معناها حجز، وليه حجر معناها حجر؟ طلعت الكلام ده جملة مش كلمة. دي جملة متكونة من ثلاث كلمات، دي جملة متكونة من ثلاث كلمات. حذر، حذر احنا حطينا حائل ما بين
هنا الحاء ما بين الذال والري. يعني انا بعي ان في حاجه فصلاني ما بيني وما بين الذال. الذال هو نقطه زياده عن الدال. الدال احنا زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع قصه السبع حروف قلنا ان الدال هو الباب. ادي باب اهو، ده باب، ادي الدال. الذال هي ما خرج من الباب، ما خرج من الباب. يبقى في حاجة بره وأنا جوه، وما بيني وما بين الذال حائل. طب إيه هو الحائل ده؟ خوفي أنا عامل، وأنا واخد حذري، واخد اتقائي من اللي بره ده. الذال اعتبره وحش، اعتبره ذئب. يبقى أنت موجود في بيت وقافل على نفسك، حذر الذئب، او حذر ان انت الموت من الذئب. يبقى كده عرفنا الحاء والذال والر. يبقى الذال هو اي حاجه بره الباب، خارج الباب. وازاي هي نتاج وعيك، الحاجه اللي انت عرفتها بنظرك او بسمعك او بحواسك الخمسه. والجيم هي رقعه الارض، او الرقعه الثنائيه الابعاد او ثلاثيه الابعاد بالمعنى التجريدي. والحاء هي الحائط او الحائل او المسافه ما بين شيئين. شكرا، واحنا نحب ان شير وسبسكرايب على اليوتيوب شانل والفيسبوك، واي استفسار طبعا يتبعت وان شاء الله هنجاوب عليه. شكرا، مع السلامه.